انا كفكره الشغل دي اصلا انا جايباها من والدي الله يرحمه. كنت حابه فكره ان انا عايزه اتعب في الشغل عشان اعرف الفلوس بتيجي ازاي. كنت بتكسف واقول له هات فلوس. انا من النوع اللي انا ما بحبش اطلب فلوس. كنت انا بادئه بحاجه صغيره قوي، كنت بادئه ب 400 جنيه وهو اللي كان مساعدني فيهم. كنت اسيبه انا هنا واقول له يا بابا انا عندي امتحان، يقول لي خلاص هفتح انا مكانك. واحنا كنا بنفتح مع بعض، بس هو كان بيجي يفتح مكاني هنا. يوم 10/9 كنت واقفه انا شغاله. اليوم ده بالذات ربنا كرمني فيه بطريقه، كل ما اجي اكلمه مش عارفه تليفون يعني يجي لي شغل. خلصت شغلي بالظبط على الساعه 7:30، فكلمت والدتي قلت لها يا ماما هو بابا هيجي ياخدني؟ قالت لي انا لسه قافله معاه، وقال لي ان هو جاي في السكه قدامه ساعه ونص ساعتين. فانا اتصلت لقيت تليفونه مقفول، فانا حسيت من جوايا كده ان هو مات. يعني والله العظيم انا اول مره احس الاحساس ده. تليفون بابا بيقفل كتير قوي، وباجي اتصل بيه كتير الاقيه مقفول، بس انا اول مره اتصل بيه الاقيه غير متاح واقلق. يعني هو كان بالنسبه لي صدمه، لان بابا ده كان بالنسبه لي كل حاجه. يعني كان صاحبي قبل ما يكون ابويا، كان قاعد معايا قبل ما يموت بيوم بالظبط، يوم 9/9. كان عمال يتكلم معايا في حاجات كتير ويوصيني على امي واخواتي، وكان بيقول لي انا ما خلفتش راجل يا رنا، بس انت الراجل بتاعي، ولو جرى لي حاجه امك واخواتك انا هسالك عليهم. قلت له يا بابا ما تقولش على نفسك كده، ربنا يديك طول العمر. قال لي ما حدش ضامن عمره. الكلام ده كان يوم 9/9 واحنا قاعدين على الفطار بناكل، يعني يوم الموسم. وطبطب عليا كده قال لي انا راضي عنك يا بنتي. كان بيقعد يتكلم معايا الكلام اللي هو اب بيتكلم ابنه مش بنته، ابنه اللي هو يقول لي انا واثق فيكي وعارف انت بتعملي ايه، وواثق انك انت الراجل يا رنا بتاعي، وانا عارف ان انا ربنا ما رزقنيش براجل، بس انت الراجل وانت ظهري يا رنا. والله كان بيقعد يقول لي انت ظهري. انا كنت بقعد اقول له يا بابا حافظ على نفسك، عشان من غيرك ممكن هقع. يعني انا ما بعرفش اخد خطوه لما انت تكون موجود. الاب مهما كان اب وحش حلو غبي حنين طبيب طيب، بس اب كفايه بس حسه في الدنيا. الايام دي بالذات انا محتاجه فيها قوي. كان هو اللي بيجي يوصلني، كنت بسهر براحتي في الشغل، كان يجي ياخدني في اخر اليوم يقعد يقول لي حافظي على نفسك وانا عايزه افرح بيكي، وان شاء الله انا متاكده يا رنا انك هتبقي حاجه في شغلك ده، وربنا هيرزقك يا بنتي وكبري مشروعك. بابا قبل ما يموت نطق الشهاده الحمد لله. هقول له ربنا يجعل عمري قبل عمرك يا بابا وتفضل موجود وسطينا. والله العظيم بعمل له كل اللي هو عايزه، مش هزعله ابدا بجد. يعني انا نفسي اشوف بابا قوي، والله نفسي اشوفه جدا. يعني نفسي اقدر احاول اعوض امي واخواتي، بس طبعا عمري ما هجي مكانه في حاجه، بس انا على قد ما بقدر بحاول اعمل زي ما هو قال لي. هو دولت امانته معايا وانا هفضل محافظه عليها. ان شاء الله ربنا يديني الصبر والقوه ان انا افضل واقفه على رجلي عشان خاطره، عشان ما يجي يسالني عليهم اقول له يا بابا انا كبرت بناتك، خدت مشوارك كملت من بعدك. انا بنت كبيره على بنتين، وانا اللي دلوقتي شايله مسؤوليه. فانا بوجه رساله لكل بنت ان هي تنزل تشتغل وما تستعيفش اي شغل مهما كان. انا بفرح قوي لما بلاقي ناس كتير الحمد لله بتحبني وبتشجعني، ولما بييجوا يقولوا لي فخر بنها. وبحب الخير دايما لغير الحمد لله. الحمد لله برضه باي حاجه يعني ربنا كاتبه لي انا دايما بمشي بيه.